بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بطلاب الصف الثالث الثانوي على قناة مستر الاستاذ لشرح وتبسيط قواعد الونزية. إن شاء الله مستمرون معاك مع حل امتحانات ثانوية عامة جملة صعبية. وصلنا لامتحان 2018 دور أول. الامتحان ده من كتاب ماي نيو فريند لعام 2021، وهي معدلة بمعرفة الكتاب. بداية الامتحان بتاعنا موجود على صفحة 112 من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده أول جملة في جزء بيقول لك إيه؟ As we are living in the age of technology، بما اننا نعيش في عصر التكنولوجيا. Man's كذا of many planets is remarkable. ما انا مقصود بها الانسان، بقول لك كذا للانسان للعديد من الكواكب شيء ملحوظ. يا ترى invention بمعنى اختراع، ولا indication بمعنى دلالة او توضيح، ولا invasion بمعنى غزو، ولا inspiration بمعنى الهام والهام او طموح. الإجابة بتاعتنا هي invasion بمعنى غزو، إجابة وحيدة في جملة رقم واحد. جملة رقم اثنين بتقول لك إيه؟ Waves crashed and pounded at the، الأمواج تلاطمت وضربت بقوة في إيه؟ Of the cliff، cliff هنا بمعنى صخرة. يا ترى basis بمعنى أساس، والمقصود بيها الطريقة التي على أساسها يتم اختيار شيء أو وضع معايير معينة ليه، ولا بيس بمعنى سرعة، ولا بيز بمعنى أساس والمقصود بها هنا هو الجزء الأقل أو الأكثر انخفاضا من شيء معين، ولا بيس بمعنى سلام. الإجابة عندنا هي بيز لاختيار سي، اللي هي مقصود بها الجزء الأكثر انخفاضا في الصخرة. في الصخرة اللي هي الأمواج تلاطمت وضربت بقوة، الجزء الأكثر انخفاضا من الصخرة، من الصخرة بحرف الصاد طبعا. بيز إجابة واحدة في جملة رقم اثنين. ثلاثة، I worked hard all day round، أنا اشتغلت بجد أو عملت بجد طوال اليوم. But I had failed to get from my goal، ولكن للأسف فشلت في أن أنا أبقى هدفي. يا ترى find بمعنى يجد، ولا follow بمعنى يتبع، ولا score بمعنى يسجل، ولا achieve بمعنى ينجز. achieve هي الإجابة للجملة بتاعتي. achieve بمعنى ينجز أو يحقق، يحقق هدف طبعا أو ينجزه. achieve إجابة واحدة في جملة رقم ثلاثة. أربعة بتقول دكتور مصطفى بعد جاي فراغ، طبعا في كومة بعد دكتور مصطفى جاي فراغ. books are distinguished، كتب مميزة. teaches at the زجازيج university، بيدرس في جامعة الزجازيج. يبقى أنا كده عايز relative clause له علاقة بالملكية. يبقى هم مفعول بي عاقل ما تنفعش، هو فاعل او مفعول عاقل ما تنفعش، هو زي الاجابة بتاعتنا وذات لا تصلح تماما. هو زي اجابة واحدة في جملة رقم اربعة. خمسة بتقول لك companies need highly qualified staff، الشركات بتكون في حاجة الى هيئة عمل عالية التأهيل. ماشي، او بعدين so they، ولذلك هم ايه بقى them with many training courses، هم اللي هم مقصود بيهم الشركات يعني، ذم عايدة على هيئة العمل بيقول لك ايه، بمقررات تدريبية عديدة. ايه بقى الفعل اللي انا عايزه؟ pay بمعنى يدفع، يدفع فلوس يعني، ولا provide بمعنى يزود، ولا afford بمعنى يطيق او يتحمل، ولا offer بمعنى يعرض. هناخد provide عشان تبقى provide them with، بتزودهم ب العديد من المقررات التدريبية. provide إجابة واحدة في خمسة. ستة بتقول لك إيه؟ the note boy، مقصود بها the naughty boy promised، الولد الشقي وعد إيه بقى؟ the school principal إيه will in class، وعد المسؤول عن المدرسة أو مديرها يعني، will بمعنى حسنا أو بطريقة حسنة في الفصل. يا ترى behaving في شكل الجرم، طبعا كله مشتقات الفعل يتصرف يعني يسلك، يكون لي سلوك معين يعني. behaving ولا to behave هو المصدر، ولا behave المصدر منها، ولا to be behaved مبنيا للمجهول. انا عندي promise دي وراها to المصدر، لما يكون عندي promise بمعنى يعد، لما اجي يكون عندي نية في ان انا استخدم فعل اخر في نفس الجملة اللي وارد فيها كلمة promised او الفعل promised بمعنى يعد، محتاج انك تجيب الفعل الجديد في شكل ايه؟ to زائد المصدر، وده اللي هيخلي to behave إجابة واحدة في جملة رقم ستة. جملة رقم سبعة بيقول لك إيه؟ To be a successful computer programmer، لكي تكون مبرمج ناجح للبرامج الحاسب الآلي، you should have certain إيه؟
لازم يكون عندك سيرتين. ايه بقى يا ترى؟ ستيتش، ستيتش المعنى الحرفي ليها غرزه، ولا سكال بمعنى جمجمه، ولا سكتش، سكتش ده اللي هو بيقول عليه الرسم التخطيطي او الرسم التوضيحي، ولا سكيل بمعنى مهاره. هي دي اللي احنا عايزينها، سكيل بمعنى مهاره، اجابه وحيده في الجمله رقم 7. طيب ننتقل لجمله رقم 8 واللي بتقول ايه؟ When I was in شرم الشيخ، عندما كنت في مدينه شرم الشيخ، I كذا ألوت، ايه بقى اللي انت كنت بتعمله كثيرا؟ يا ترى have some bath، بياخد حمام شمس طبعا في شكل المضارع التام، ولا was some bathing في ماضي مستمر، ولا will some bath في شكل المستقبل، ولا some bath ماضي بسيط وبس، ماضي بسيط وفقط. sun bathed، عايز اقول لك انا اخذت حمام شمس. ليه؟ لان الجمله اللي قدامي واضح فيها الدلاله او الاشاره الى الماضي، يعني الحدث وقع وانتهى. يبقى انت مش محتاج غير انه يكون الفعل بتاعك في شكل الماضي البسيط وفقط، مش محتاج يكون مضارع تام لان الحدث خلاص انتهى تماما، ومش محتاج يكون ماضي مستمر لانه هو مش بيقارن حدث كان مستمرا وقضاه اخر، ومش محتاج المستقبل، انت بتتكلم عن الماضي اساسا، وده اللي يخلي الاجابه الوحيده some bath في شكل الماضي البسيط في الجمله رقم 8. 9 بيقول فيه it was hard for me to، كان من الصعب علي ايه؟ my old friend who had been abroad a long time ago، صديقي القديم اللي كان له فترة طويلة جدا في الخارج. طيب يا ترى ريكوجنايز يتعرف على، ولا فيجواليز، كلمة فيجواليز بمعنى تصور أو تخيل، ولا نو بمعنى يعرف، ولا ريالايز بمعنى يدرك؟ الإجابة بتاعتنا هي ريكوجنايز بمعنى يتعرف على. عايز أقول كان من الصعب على إنه يتعرف على صديقه القديم اللي بقى له فترة طويلة عايش في الخارج. ريكوجنايز إجابة وحيدة في الجملة رقم 9. عشان بتقول لك ايه؟ مظهر يا فراغ the house work between 10 a.m. and 2 p.m. tomorrow. بيقول ماما مالها بقى؟ الاعمال المنزليه ما بين الساعه 10 صباحا الى 2 بعد الظهر او مساء غدا. ماشي، يبقى احنا كده بنحكي في ايه؟ بنحكي في المستقبل، اللي هو انه مستقبل؟ مستقبل بسيط ولا مستقبل مستمر ولا مستقبل تام؟ مستقبل مستمر، لان بيقول لي ما بين الساعه 10 صباحا والساعه 2 بعد الظهر او 2 مساء، انا طبعا 2 بعد الظهر مقصود بيها يعني. ماشي، يبقى انا كده بتكلم في فكره المستقبل بدليل تومورو، ومن الى او ما بين كذا وكذا، دي تديني استمراريه، يبقى انت عايز مستقبل مستمر. يبقى از دونج اللي واخده شكل مضارع مستمر ما تنفعش اجابه، ويل هاف دون مستقبل تام خطا، ويل بي دونج مستقبل مستمر هي اجابتنا الوحيده، وويل دو مستقبل بسيط خطا بالمره بناكد، ويل بي دونج اجابه واحده في جمله 10. 11 بدأ بفراغ reaching the airport، الوصول للمطار. علي found out that he had left one of his suitcases at home. علي وجد، علي لا هنا found out بمعنى اكتشف، علي اكتشف انه قد نسي واحدة من حقائبه في البيت. طب ايه بقى الرابط الزمني اللي انا محتاجه هنا؟ on ولا despite ولا while ولا when؟ هاخد on. ليه on؟ لاني on اللي تديني اولا اللي يتوافق معها ان انا استخدم جيراند. تمام، هتقول لي يا مستر طب ما انا ممكن اجيب جيراند مع ديسبايت وممكن اجيب جيراند مع وايل. هقول لك ماشي كلامك صح، لكن معنى الجمله هيكون ايه؟ ديسبايت تفيد التناقض، وايل تفيد ان حدث كان مستمرا في لحظه معينه. لا، هو انا مش بتكلم في كده، بتكلم في فكره ايه بقى؟ on reaching the airport معناها في لحظه وصول فلان للمطار، فلان اللي هو هنعرف بعد كده ان هو عمنا علي. on reaching، تمام، هي الاجابه بتاعتي on، اجابه وحيده في الجمله رقم 11 اللي بتمثل معايا زي ما قلنا on محتاج فيها جيراند وراها، والمعنى هنا مفيش فيه تناقض، ولا كنت خدت ديسبايت، مفيش فيه دليل على الاستمراريه لحدث معين كنت خدت فيه while، طبعا هون بعيد عن الاختيارات اساسا. on اجابه وحيده في الجمله رقم 11. 12 بيقول لك he wanted to know where، هو اراد ان يعرف اين كذا his laptop. ماشي، ادي هنا هو في كلمه استفهام وبيقول لك wanted to know، يبقى ده سؤال بنسميه reported بمعنى سؤال غير مباشر او منقول، او عايز زي ما تقول ايه بقى تسميه براحتك، عايز تقول reported براحتك، عايز تقول indirect براحتك. ماشي، ايه كده اللي فاضل لي انا هنا؟ اقول did he put ولا he had put ولا he puts ولا had he put؟ انا هاخد هي هاد بوت اللي هي ماضي تام،
لان الجمله في اصلها كان ايه؟ كان ماضي بسيط. طيب ماشي كويس خالص كده. ترتيب السؤال المحاول بعد كلمه الاستفهام اهي، وبعد كده الفاعل، ثم الفعل المساعد وما يحافظ على زمن الجمله. اذا كانت مثلا هو زي اللي قدام دي ماضي تام، يبقى هذه تمثل فعل مساعد، وده التصريف الثالث يديني فكره الماضي التام. وبنتخلص بعد كده من علامه الاستفهام ونحولها الى نقطه، وده يخلي هي هاد بوت اجابه وحيده في الجمله رقم 12. 13 بدأ بفراغ، هي ا بروبر بلان، هو خطه ملائمه. ماشي، هي وودنت ويست هيز تايم، ما كانش اهدر وقته. الجمله اللي قدامي واضح فيها ريحه الاشتراط. طيب ماشي، في انه حاله من حالات الاشتراط اف او انلس؟ هنشوف. بص كده اتفضل في الجمله الثانيه، بيقول لك ايه؟ وودنت ويست، يعني وود والمصدر منفيه او مثبته مش هتفرق معايا الحكايه دي. يبقى انت كده بتتكلم عن حاله ثانيه من حالات اف او انلس، لو الجمله تفيد ده او ده. هنشوف اخد هذه هي بروبر بلان ولا وير هي بروبر بلان ولا اف هي ولا انلس هي. طيب بص يا سيدي، تعال نسقطهم من اليمين واحده واحده. انلس مش هتنفع في الجمله اللي قدامي دي اساسا، لان الجمله في طرفها الاول لا تفيد النفي، وحتى لو تفيد النفي واستخدمت انلس مفيش فعل كده اساسا. يعني لو خدت انلس مفيش فعل، ولنفس كده انلس مش هتنفع. لنفس السبب اف برضه مش هتنفع، لان الجمله مفيش فيها فعل في الطرف الاولاني كده، الجمله مفيش فيها فعل. ماشي كويس خالص، يبقى انلس ما نفعتش ان الجمله ينقصها فعل، واف ما نفعتش ان الجمله في الطرف الاول برضه ينقصها فعل. فاضل مين معايا؟ فاضل وير وهاد. طيب وير هي، هناخد وير بقى. وير هي بروبر بلان هيكون معناها ايه؟ هو كان خطه، برضه مش هتنفع. يبقى فاضل معايا هاد، اللي المعنى الحرفي ليها بعد ما تضيفها للجمله هاد هي بروبر بلان، معناها لو كان عنده خطه ملائمه. لان هاد هنا هو هتقوم بمهمتين، المهمه الاولى ان هي جايه تحل محل اف، المهمه الثانيه ان هي واخده مكان الفعل الاصلي في الجمله. عشان كانه بيقول ايه؟ اف هي هاد بروبر بلان، هي وودنت ويست تايم، لو كان عنده خطه ملائمه ما كان ليهدر وقته. هاد اجابه وحيده في 13. 14 بتقول لك the government does its best to reform the educational ايه؟ الحكومه تبذل قصارى جهدها لاصلاح ايه؟ تعليمي. ايه له العلاقه بالتعليم هنا؟ يا ترى procession موكب ولا succession؟ succession هي عمليه ان حد يكون خليفه لحد يعني، ولا presentation عمليه تقديم، ولا system بمعنى نظام؟ هي دي system، the educational system اللي بيقولوا عليها النظام التعليمي. اجابه وحيده في 14. 15 a fire is thought، حريق يعتقد انه كذا، out a cigarette in yesterday، من عقب سيجاره بالامس. طيب is thought ايه بقى؟ to break ولا to have broken ولا it broke ولا it had broken؟ طبعا كل الجمل اللي قدامك دي مدلولها بمعنى اندلع، يعني شد هذا الحريق والعياذ بالله. هناخد to have broken. طب ليه خدناها؟ لما نقول لما يكون عنده صياغه بالشكل قدامك ده، هو افاير هنا طبعا مفعول به، وادي هنا هو صياغه مبنيه للمجهول في الصيغه اللي قدامك اهي، اذ سوت، تمام كده، اللي هو شكل المضارع البسيط في صيغه المبني المجهول، تمام كده. هكمل معايا بالفعل الاصلي اللي هيكون بالشكل ده، تو هاف، تصريف ثالث، تو هاف تصريف ثالث. ليه؟ لان الجمله فيها اشاره للماضي، شايف يسترداي؟ شايف يسترداي اهي؟ دي فيها اشاره الماضي، فده اللي خلاني خدت ايه؟ تو هاف بروكن، اجابه وحيده في الجمله رقم 15. 16 charitable organizations، المؤسسات الخيريه، ارجيو ايه؟ handicapped rights. handicapped rights اللي هي حقوق الناس اللي هم عندهم ايه نوع معين من الاعاقه. يا ترى ارجيو اباوت ولا فور ولا اجينست ولا ويت؟ حرف الجر المناسب مع الفعل ارجيو هو هنا حسب الجمله قدامي فور، بمعنى ينادي بي. المقصود بإرجو فرع بعضها ينادي بي، يعني المؤسسة الخيرية دي أو المنظمة الخيرية بتنادي بحقوق اللي هم الناس اللي عندهم إعاقة. فور إجابة واحدة في 16. 17 بتقول لك باي ذا تايم محمد ووز 22، بحلول الوقت اللي محمد كان عمره فيه 22 سنة، هي كذا ذا ميلتري سيرفيس، الخدمة العسكرية. إيه؟ إز جوينينج، دي مضارع مستمر. هاز جويند، دي مضارع تام. جوينينج ده شكل الجرن، هاد جوين دي شكل واخده شكل ايه؟ الماضي التام. وهي اللي هناخدها اجابه الماضي التام، ليه؟ لان باي بحلول كذا دي الجمله اللي قدامك ده هي بتدل على الماضي البسيط. ماشي؟ محتاج الجمله اللي في الطرف الاخر تكون في شكل الماضي التام،
had joined إجابة واحدة في الجملة رقم 17 في شكل الماضي التام. طيب نكمل ووصلنا للجملة رقم 18 ومنها ظهر قدامي رقم الصفحة واسم الكتاب بدل 18 بفراغ. is useful as it is used to remove paint كذا مفيد لأنه بيستخدم في إزالة الطلاء. إيه بقى؟ ربر مادة المطاط أو الكاوتشوك ولا تيربنتين مادة التربنتين ولا كارد بورد اللي هو الورق المقوى ولا التربن بمعنى توربين؟ لا إجابتي هي التربنتين مادة التربنتين ودي مادة تستخدم في إزالة الطلاء حسب ما موجود قدامي في الجملة والمعلومة. تيربنتين إجابة واحدة في 18. 19 بتقول ومن كذا النساء من هم؟ fewer crimes than men جرائم أقل من الرجال. لا ترى commit بمعنى يرتكب ولا give بمعنى يعطي ولا command بمعنى يعلق ولا command command جاي بمعنى أمر. الإجابة بتاعتي هي commit. women commit fewer crimes than men الرجال النساء يرتكبن جرائم أقل من الرجال. commit إجابة واحدة في 19. عشان بتقول لك I have أنا لدي كذا 3 books this week. هذا هنا هو مش معناها لدي بقى. هاف دي بتبقى فعل مساعد حسب الجملة اللي قدامي فعل مساعد لزمن من أزمنة المضارع التام أو التام المستمر حسب الجملة اللي قدامي. هو بيقول لي إيه I have كذا 3 books this week. الجملة اللي قدامي كده هي تدل على مضارع تام فقط. ماشي؟ يعني مش هينفع آخد been reading اللي بتمثل المضارع التام المستمر هاخد read لوحدها عشان تبقى بعدها على بعضها الجملة. I have read 3 books this week. أنا قرأت 3 كتب هذا الأسبوع. تبقى واخدة شكل المضارع التام فقط. ماشي؟ reading واخدة شكل الجيراند خطأ. been read دي مبنية للمجهول. الجملة اللي قدامي مش هينفع تماما. إجابتي هي read لوحدها اللي هي read ولكن نطقها هو read عشان تبقى I have read 3 books this week. لقد قرأت 3 كتب هذا الأسبوع. read إجابة واحدة في 20. وعشان بقول لك don't ask about my salary because this is a كذا affair. لا تسأل عن راتبي لأن الموضوع ده موضوع إيه بقى؟ شأني إيه؟ يا ترى شأني personnel. personnel بمعنى حاجة لها علاقة بشؤون العاملين ولا person بمعنى شخص ولا personal. personal بمعنى شخصي ولا prison بمعنى سجن. يبدو أن هي personal affair. personal affair بمعنى هذا أمر أو يعني عايز أقول لك حاجة شخصية يعني ما تسألش عنها. personal إجابة واحدة في 21. نشوف بدأ لك إيه. she felt a strange. هي شعرت بإيه غريب. of excitement and fear. excitement معناها إثارة وfear معناها خوف. يا ترى texture بمعنى نسيج أو بنية ولا fiction اللي هو لها علاقة بالخيال العلمي ولا سيكتور بمعنى قطاع ولا ميكستشر بمعنى خليط. ميكستشر بمعنى خليط هي الإجابة بتاعتنا. يعني عايز أقول كان عندها شعور غريب في خليط ما بين الإثارة والخوف. ميكستشر إجابة واحدة في 22. على صفحة 113 وصلنا لجملة رقم 23 واللي بدأ بفراغ وبتقول لك the boss nor his secretary الرئيس العمل ولا السكرتيرة بتاعته attended the meeting حضر الاجتماع. يا ترى either ولا all ولا every ولا neither. neither ليه neither؟ لان هي الرابط الوحيد في الاربعة اللي موجودين قدامك اللي يفيد النفي. واحد اتنين ان neither هي الرابط الوحيد في الاربعة اللي قدامك اللي له مكمل او رابط تاني يجي مع اسمه نور عشان تبقى neither. ودي نور اهي اللي هي معناها لا ولا. neither اجابة واحدة في 23. 24 بقول لك يبقى جاء فراغ on describing his operation in graphic detail while we were eating lunch. هو كذا في وصف العملية على وصف العملية بتاعته. كلمة graphic detail بقولوا عليه رسم توضيحي. ماشي؟ أثناء ما كنا بنتناول الغداء بتاعنا. يا ترى persisted ولا بمعنى أصر ولا resisted بمعنى قاومة ولا consisted بمعنى تكون ولا insisted بمعنى أصر. انت كده قلت حاجتين يا مستر فيهم أصر. قلت لنا persisted و insisted. تمام؟ اللي جابت معنا insisted لأن هي اللي وراء حرف الجر on. insisted on إجابة واحدة في جملة رقم 24. 25
this pair of trousers هذا البنطال بنطلون يعني is كذا small for me to wear صغير علي ان انا ارتدي يبقى انت عايز واحد من الاختيارات اللي تحت يفيد معنى التناقض عشان يقول ان هناك مقدار كبير من الصفة منع وقوع الفعل مين في الاربع اختيارات اللي بيحقق ده so لا تو هي الاجابة بتاعتنا وصدش خطأ وينف خطأ تماما طب ليه خدنا تو لان تو لما نحطها في الفراغ ده هو وتجيب وراها الصفة سمول بمعنى صغير وبعد كده هو هتجيب تو اللي هي بقوة واحدة وبعد كده مصدر فعل بتقول ان هناك مقدار كبير من الصفة يعني البنطلون ده صغير جدا جدا يبقى الصفة صغير كتيرة خالص منعت وقوع فعل الارتداء تو اجابة وحيدة في الجملة رقم 25 26 بيقول لك ذبح جاي في فراغ of agriculture commissioned a study into low input farming طيب طبعا هنا في كلمة ناقصة هنكملها ماشي وانا هأجل معنى الجملة غير لما اجيب لك ايه اللي الكلمة الناقصة كلمة mystery بمعنى لغز او سر او حاجة غامضة clarity عكسها وضوح ministry بمعنى وزارة ومشن بمعنى مهمة الإجابة بتاعتنا هي ministry بمعنى وزارة علشان نترجم الجملة على بعضها ونقراها تبقى بالشكل ده the ministry كده خلاص هنحط الكلمة هنا of agriculture commissioned a study into low input farming عشان يبقى معنى الجملة على بعضها وزارة الزراعة أجرت دراسة على الزراعة منخفض الطاقة ماشي وزارة الزراعة أجرت دراسة في الزراعة منخفض الطاقة ده معنى الجملة على بعضها ministry إجابة واحدة في 26 27 بتقول لك ايه my brother and I always have أنا وأخويا دايما ايه بقى by our sister بواسطة أختنا ماشي tidied our rooms ولا our rooms tidied ولا tidy our rooms ولا our rooms are tidied أنا هاخد our rooms tidied اللي هي causative have ماشي اللي بتقول إن شخص آخر تسبب في وقوع الفعل عشان يبقى معنى جملة my brother and I always أنا وأخويا دايما have بنحصل على كلمة have هنا بمعنى نحصل على أدي our rooms المفعول به ولي tidied تصريف تأدب هنا وجملة طبعا واخدة شكل مبني المجهول احنا بنتأكد ان كوزة الذهاب واحدة من صياغات المبني المجهول وأور اللي اختيار بيه اللي هو أور روم ستايدد هو المناسب للصياغة في المبني للمجهول حسب الجملة اللي قدامي باقي الصياغات خطر لا خطأ لا تحقق هذا الترتيب تمام بنأكد أور روم ستايدد إجابة وحيدة في جملة رقم 27 28 where he did the service is temporarily كذا والله احنا يعني شيء بنندم عليه ان هذه الخدمة temporarily كلمة بمعنى بصفة بشكل مؤقت يعني temporarily ايه بقى ترى available متاح ولا unavailable عكسها غير متاح ولا availability اللي هي الاتاحة ان شيء يعني عملية اتاحة يعني ولا unavailability عدم الاتاحة بيفتح ان هي unavailable عايز اقول لك والله احنا بنندم او بنأسف ان الخدمة دي بتكون احيانا غير متاحة يعني غير متوفرة unavailable إجابة واحدة في الجملة رقم 28 29 بقول لك فيها علي بقى جاي فراغ that he had enjoyed the book a lot علي كذا إنه هو استمتع بالكتاب وبدرجة كبيرة يا ترى told that ولا complained that ولا wondered that ولا ناخد said أنا أخد said ليه لو ترجمت الجملة اللي قدامك هتقولي علي قال أن أو أنه يعني استمتع كثيرا بهذا الكتاب ده اللي يخلي said تنفع طيب يجي حد يقول لي مثلا طب ليه ما خدناش تولد؟ اقول لك تولد تحت تولد كده تحتاج وراها مفعول به لكن سيد مش محتاجه وراها مفعول به يبقى داخل تولد ما تنفعش طب ليه ما خدناش كومبلين؟ معنى كومبلين ده ايه؟ يشكو طب الجمله مش بتدل على الشكوى طيب معنى وندرد ايه؟ يتساءل الجمله اللي قدامي ما فيش فيها يتساءل ويتعجب الجمله اللي قدامي ما فيش فيها لا تساءل ولا تعجب ولا هي سؤال اساسا خلاص ده اللي يخلي سيد اجابه وحيده في الجمله رقم 29 30 I admire this man's passionate in what he is doing. هترجم لك جملة بس لما نحط لها اختيار. يا ترى belief بمعنى اعتقاد او تصديق ولا believe الفعل منها ولا relief. relief اللي هو بيقول عليه شعور الارتياح ده. ولا believer بمعنى مؤمن او مصدق بشيء. هناخد belief بمعنى اعتقاد اللي هي الاختيار A. ماشي عشان نقول انا معجب بي اللي هو الاعتقاد العاطفي لهذا الشخص فيما يقوم بأدائه بليف إجابة وحيدة في جملة رقم 30
طب نشوف القطع اللي جايبها قدامنا الامتحان، وهي بتتكلم عن شيء مهم جدا وهو إدارة المخلفات أو اللي بيقولوا عليها القمامة، تمام؟ طيب وبيتكلم عن كمية المخلفات أو القمامة اللي بيلقي بها المواطن الأمريكي، واللي بتقدر ب 1600 رطل في العام، ماشي؟ وبيقول الكاتب بتاع القطعة بتاعتنا إن هناك أربع طرق أو أربع أساليب يمكن اتباعها لعملية إدارة المخلفات، تتمثل في ريسايكلينج اللي هو بيقولوا عليه إعادة التدوير، والحاجة التانية اللي هي لاند فيلينج. لاند فيلينج اللي بيقولوا عليها اللي هي بيقولوا عليها مقالب القمامة، اللي هي عبارة عن بتبقى مناطق شاسعة بيتم الحفر داخلها وبيتم ردم القمامة فيها، دي اسمها لاند فيلينج. وفي حاجة تانية اسمها كومبوستنج، وكومبوستنج المقصود بيها تحويل القمامة إلى بيقولوا سماد، اللي هو تحديدا سماد عضوي طبعا بيستخدم في عملية الزراعة. والحاجة التانية اللي هي انسينيريتنج. انسينيريتنج مقصود بيها حرق القمامة، ماشي؟ حرق القمامة. طيب يبقى انا عندي اربع اساليب بيتعرض ليهم الكاتب لعمليه اداره او ضبط عمليه المخلفات او القمامه. ايه طبعا بيشرح كل واحده فيهم على حده، وبيتكلم الاول عن موضوع الريسايكل اعاده التدوير، وبيقول ان اعاده التدوير صحيح شيء مهم جدا او مفيده الى حد كبير، لكن للاسف انها مكلفه جدا، لاني عشان انا اعمل اعاده تدوير محتاج ان انا استهلك طاقه، والطاقه دي ممكن ينتج عنها تلوث. يبقى اعاده التدوير صحيح ليها ميزه انها بتخدمني في ان انا استخدم الحاجه دي مره تاني، لكن للاسف بيكون ليها ممكن تلوث وكمان اهدار للطاقه، ماشي. بعد كده بيتناول النقطه الثانيه اللي هي موضوع اللاند فيلينج او وضع القمامه في حفر داخل مناطق اللي بنقول عليها مقالب القمامه. النقطه دي بيبقى ليها مميزات وليها عيوب. طبعا هو عشان يرمي القمامه في حفر طبعا بيعمل لها زي عمليه تغليف كده، او بيضع عازل بينها وما بين الارض حتى لا تتسرب منها لو فيها عصاره ولا حاجه ما تروحش لبطن الارض، لكن برضه لا يزال فيها مشكله. ايه اللي في المشكله؟ اللي في مشكله فيها ان هي لو فيها مواد من المواد اللي هي البلاستيك والحاجات اللي زي كده اللي هي ما بتتاكلش بسرعه برضه بتعمل مشكله تلوث في البيت. وبنروح بعد كده النقطه رقم ثلاثه اللي هي عمليه الكومبوستنج، سوري الكومبوسايتنج. اللي الكومبوسايتنج جاي من طبعا كومبوسيت، ودي اللي هي تحويل القمامه الى نوع من انواع السماد العضوي، تمام؟ التحويل للسماد العضوي ده بيتم فيه جزء معين من القمامه اللي هي المواد العضويه اورجانيك، الحاجات العضويه يعني عايز يعني مثلا زي الخضروات زي النباتات زي الحاجات اللي هي بنقول عليها بيبقى فيها نسبه ليون او طريه، اللي هي تحللها في الارض سهل جدا، دي بتبقى سهل جدا ان انا احولها الى سماد عضوي. لكن لو جواها معادن او اختلطت بيها هي برضه هيعمل لي مشكله في الحته دي. طيب ماشي. الجزء الرابع والاخير اللي هو عمليه حرق او التخلص من القمامه. الحرق او التخلص من القمامه في شكل الحرق انه يتخلص منها في شرق في شكل ايه؟ حرقها. الموضوع ده للاسف بيؤدي الى تلوث للبيئه، وده النقطه الاخيره اللي هو اهي انسنريتنج، وده اللي هو عباره عن حرق القمامه زي ما قلنا للاسف في ده. وممكن يستخدم الطاقه المنبعثه منه في تول الحرارة المتبعثة منه في تول الطاقة، لكن للأسف برضه ممكن يكون نوع من أنواع الملوثات للبيئة. والله بعد كده الكاتب بيقول لك إن عملية الضبط أو التحكم في القمامة كل مجتمع بيبقى له طريقته فيه، وأنت ليك إنك أنت تختار إيه اللي يلائمك. طيب نروح للاختيارات بتاعتنا. أول سؤال بيقول لك إيه؟ Two of the methods that can pollute the environment are. في أسلوبين من الأساليب اللي ذكرها الكاتب إن هو ممكن يؤدوا الى تلوث البيئه، انه فيهم بقى اختيار سي لاند فيلنج اللي هو ان انت تحط المخلفات في مقالب القمامه، اند انسينيريتنج اللي هي عمليه الحرق. الاثنين دول للاسف بيلوثوا البيئه. في اثنين بيقول لك ايه؟ which best defines the meaning of incineration as it is used in the text. ايه افضل شرح لمعنى كلمه incineration في القطعه بتاعتنا؟ هي سي to burn waste materials and harvest ذا انرجي، ان انت تحرق المخلفات وتجني الطاقه. ونروح لصفحه 114 عشان نكمل الامتحان بتاعنا. سؤال ده بيقول لك ايه؟ which best expresses the author's main purpose in writing this. ايه في اللي جاي اللي بيوضح وجهه نظر الكاتب في القطعه بتاعتنا؟ الاختيار الاخير اللي هو دي to inform readers of methods of waste management، ان انا اعلم القارئ بتاعي
بطرق التحكم في او اداره، يعني اداره موضوع المخلفات. طيب كومبوست، الكلمه كومبوست اللي هي ان ذا باسج مينز، احنا قلنا ان دي مقصود معناها تحويل الشيء الى سماد، ماشي، اللي هي اورجانيك فيرتلايزرز، الاسمده العضويه. في السؤال رقم 5، which best explains why composting is not feasible، ماشي، on a large scale. المقصود بيها بيقول لك ايه اللي بيفسر، ايه اللي بيفسر هو ليه عمليه التحويل المخلفات ده هي الى اسمده لا يمكن تطبيقها او تنفيذها على نطاق واسع. ايه اللي بيعمل لنا مشكله في الحته دي؟ ليه مخليها ما ينفعش تطبق الاختيار دي؟ plastic would get into the compost and turn it into a pollutant. المشكله ان يكون وسط المواد اللي احنا قلنا عليها، المواد العضويه دي او المواد الطريه، ان يكون جواها مواد بلاستيكيه مثلا على سبيل المثال، تحول الحاجات دي تخليها بدل ما هي انت هتعملها سماد، لا للاسف لا، تحولت الى ملوث مش سماد. جمله رقم 6، which title best expresses the main idea of this text. ايه احسن عنوان في الاربعه اللي بيعبر عن النص بتاعنا اللي احنا قلناه من شويه؟ اختيار بي، methods of waste management pros and cons، اساليب اداره المخلفات، مميزات وعيوب. طب نروح للدبليو اتش كويشن، ودي برضه على القطاع بتاعتنا، ووصلنا للسؤال رقم 7 اللي بيتحدث في هذا الاطار، واللي بيقول what does the underlined word this refer to. تحصل القطع بتاعتنا الكلمه this عايده على ايه؟ هنقول the large liners are placed in the bottom of landfills، ودي الاجابه بتاعتنا في الجمله رقم 8 او السؤال رقم 8. in what way is incinerating useful، عمليه الحرق بتبقى مفيده ازاي او امتى؟ يقول لك the heat produced can be used to generate power، لو انا استخدمت الحراره المنبعثه منها في توليد الطاقه. سؤال 9، why do you think that garbage must be compressed، هي ليه المخلفات الزباله او القمامه يعني يجب ضغطها؟ compressed هنا بمعنى ايه؟ يقول لك ضغطها، عايز اقول لك انت تجمعها يعني او تغلفها. so that more garbage can fit in each landfill، لما انت تضغطها تقدر تجمع اكبر من اكبر كميه منها في مقالب القمامه. السؤال الأخير، how much garbage does the American throw away each year؟ هو الأمريكان كل واحد فيهم بيلقي بقمامة مقدارها قد إيه في العام؟ إيه the average American throws away an estimated حوالي كام؟ 1600 باوند، باوند هنا بمعنى رطل، بيرمي 1600 رطل قمامة في العام، ده طبعًا بيتكلم عن المواطن الأمريكي تحديدًا. طيب ننتقل للترجمة بتاعتنا، وصلنا للترجمة باللغة الإنجليزية أول واحدة. Throughout history, our Arab scientists have fascinated the world with their amazing contributions and discoveries. واللي هتبقى الترجمة بتاعتها بالشكل ده، ظاهر لك الشاشة قدامك بس، هي أول جملة، على مر التاريخ أبهر أو فتن علماؤنا العرب العالم بمساهماتهم واكتشافاتهم المذهلة. طيب، نروح الجملة الثانية في الترجمة، الإنجليزي طبعًا، واللي بتقول لك citizens should cooperate with the government aiming at reducing the birth rate for raising the standard of living. ماشي، واللي تبقى بالشكل ده، يجب على المواطنين التعاون مع الحكومة بهدف خفض معدل المواليد لرفع مستوى المعيشة. شوفوا جملة اللغة العربية رقم 1، واللي بتقول لك يجب أن نغرس في أبنائنا حب العمل والانتماء ونشجعهم على الإبداع. تبقى بالشكل ده، we must inculcate in our children the love of work and belonging and encourage them to be creative. نروح للجمله الثانيه في اللغه العربيه، واللي بتقول من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمه لمواجهه مخاطر الامطار غير المتوقعه، وده افضل شكل ليها يكون كالاتي: it is necessary to take the required، ماشي، قلت necessary، ماشي، قلت needed، ماشي، precautions، تمام، to meet أو face أو encounter براحتك the risks of unexpected rains. ونروح لموضوعات الإنشاء اللي كانت جايه في امتحان 2018 دور أول، وبيقول لك موضوعين تختار منهم، يا إما team work اللي هو العمل الجماعي، والاختيار الثاني an achievement you are proud of، إنجاز أنت حققته وفخور بيه. ونختم عشان الترجمة ونقول إن امتحان 2018 دور أول من أصعبها انتهى، لكن لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من امتحانات ثانوية عامة مع معلم خبير ونزيه مستر عزت من مدرسة الشيماء الثانوية البنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.